جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا سائل يسأل عن التسبيح والتحميد والتكبير بعد كل فريضة، هل يكون الأفضلية فيه بأصابع اليد اليمنى أو اليدين معا؟ يجوز باليدين معا، والأفضل أن يكون بأصابع اليمنى. جواز جائز أن يسبح بالأصابع كلها، ويجوز أن والأفضل أن يقتصر على أصابع اليمنى، لأن اليمنى تستعمل للأشياء الطيبة واليسرى تستعمل لإزالة الأذى. نعم.